الليلة الثامنة عشرة، ليلة عيد الغدير، وهي ليلة شريفة يستحب قراءة هذا الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنك دعوتنا إلى سبيل طاعتك وطاعة نبيك ووصيه وعترته، دعاء له نور وضياء وبهجة واستنار. فدعانا نبيك لوصيه يوم غدير خم، فوفقتنا للإصابة وسددتنا للإجابة لدعائه، فأتينا إليك بالإنابة وأسلمنا لنبيك قلوبنا ولوصيه نفوسنا ولما دعوتنا إليه عقولنا، فتم لنا نورك يا هاد المضلين. أخرج النصب والبغض والمنكر والغلو لأمينك أمير المؤمنين والأئمة من ولده من قلوبنا ونفوسنا وألسنتنا وهمومنا، وزدنا من موالاته ومحبته ومودته له والأئمة من بعده زيادات لا انقطاع لها ومدة لا تناهي لها، واجعلنا نعادي لوليك من ناصبا ونوالي من أحبا، ونأمل بذلك طاعتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل عذابك وسخطك على من ناصب وليك وجحد إمامته وأنكر ولايته، وقدمته أيام فتنتك في كل عصر وزمان وأوان، إنك على كل شيء قدير. اللهم بحق محمد رسولك وعلي وليك والأئمة من بعده حججك، فأثبت قلبي على دينك وموالاة أوليائك ومعاداة أعدائك مع خير الدنيا والآخرة تجمعها لي ولأهلي ولولدي وإخواني المؤمنين، إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد
وعلى آله الطاهرين.